السلام عليكم. وكأنهم في ذاك الكيان المحتل لا يعون أن فلسطين ممنوعة من الصرف لغة، عصية على الكسر تاريخا ولو طال الظلم أمدا. وكأن نظم الأقدمين نسج خصيصا لهم بالقول: إذا ما ظالم استحسن الظلم مذهبا ولج عتوا في قبيح اكتسابه فكله إلى صرف الليالي، فإنها ستبدي له ما لم يكن في حسابه. بيد أنهم لن يعوا ذلك لغشاوة تعمي العيون، لصلف وكبر من رئيس وزرائهم، ولتطرف وغطرسة من وزرائه المتشددين المشحونين طمعا لسلب مزيد من الأرض من غزة تارة، ومن ضفة غربية منسية مغلوبة على أمرها تارة أخرى، ضفة غربية فلسطينية قطعوها إربا إربا، مزقوا أوصالها بمستعمراتهم، بثوا الرعب في سكانها بقطعان مستوطنيهم مستعمريهم، وأخيرا يتمادى المحتل في غيه وضلاله بإعلان نيته المبيتة لفرض السيادة والسيطرة على كامل الضفة لتحقيق شطط توسعي تلمودي بإعادة ممالكهم القديمة يهود والسامرة. بالطبع كل هذا لا يرتضيه ضمير هذا العالم، بيد أنه ضمير انتزع منه الفؤاد، اقتلعت منه الروح، ثم ألقي به عنوة في غيابة بئر صحيق كي لا يؤرق إنسانية بلاد الغرب المتقدمة المتحضرة. فيا أهل فلسطين اثبتوا، رابطوا. مخطئ من ظن أن أهل هذه الأرض يرضون عنها بديلا. ثابروا حتى يأتي الله بفرج من عنده ويقضي الله أمرا كان مفعولا.